رتل عسكري لمسلحي ما يعرف بالجيش الوطني يجوب خطوط الاشتباك مع الجيش السوري على جبهة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. مجلس تل رفعت العسكري اسم أطلق على هذه المجموعة المسلحة في رسالة تحمل في طياتها نية جادة من تركيا والمسلحين التابعين لها ببدء عملية عسكرية تستهدف تل رفعت. بدخول عدة أرتال عسكرية لجيش الاحتلال التركي إلى مدينة عزاز شمال حلب، ربما تكون هذه حركة استعراضية وربما تكون مقرونة بحديث رأس النظام التركي الذي لا يكف عن إطلاق التهديدات العسكرية بإنشاء منطقة آمنة. قصف تركي شمال سوريا كسر هدوء الأسبوعين الأخيرين وجاء على وقع زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق وحديثه عن وساطة سلام بينها وأنقرة، أجواء تفتح الباب على مصراعيه في سباق بين المشهد الميداني أو الدبلوماسي. أن هذه الزيارة هي تقديم وساطة ما بين الحكومة السورية وقوات قسد، وأعتقد أيضا بأن التصعيد العسكري اليوم في الشمال السوري يأتي ضمن السياق وليس له كثير الدخل بهذه الزيارة. تسارع الأحداث في الشمال السوري خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع حراك إقليمي لكسر جمود العلاقات على خط أنقرة دمشق يفتح الباب أمام تسويات كبرى في الأزمة السورية في ظل انشغال القوى العالمية بأزماتها، ما يتيح تحركا إقليميا لاستعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة. رضا الباشا، حلب، الميادين.